كو تو لو موند كومون سافا جيسبر تكونوا كلكم مزيان مزيان بصحه جيده وكيف ما تمنيتوا يا ربي. اولا بغيت نشكركم كاملين كاملين الناس اللي خداو من وقتهم وخلاو ليا تعاليق زوينه في حقي، الله يكبر بكم، شكرا، عواناتكم زوينين، كل واحد زوين وفعلو زوين ولو فون ديالو زوين كيشوف الناس زوينين. وبغيت نشكر شكر خاص لواحد السيده سميتها فدوى في ديوا، بغيت نقول لك شكرا ليك، الله يكبر بيك، لهلي خطيك، الله يحفظك، والله يكتل من امثالك. عرفتي كنشكرك بزاف 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 بزاف. تواصلت معايا هاد البنت هذه في الانستغرام وعاتي لقيتها مصيفطه ليا هضره زوينه، عاتي هضره حلوه، عاتي زعما هادشي هذا زعما صافي دو بيان. ملي كتشوف باقي الناس بحال هكا وكيبغيو الخير الناس وكيشجعوا الناس، يعني الحمد لله راه باقي الدنيا بخير. بغيت نقول لك شكرا لك بزاف، والله عندك ما تمنيتي في هاد العواشر، وان شاء الله علاش لا ما يكونش واحد النهار اللي نتلاقاو فيه ان شاء الله. وشكر خاص، شكر اش من خاص، قولوا لي بركه من خاص، شكر لكم كاملين كاملين الناس اللي درتوا لي تعاليق زوينه، الله يحفظكم الله يخطيكم. المهم دابا هذه العشيه في الصباح راني صوبت واحد كايفسي في الدار ودات واحد بوتيتوس في الفوخ، بغيت نخليهم لكم. خلاص كان ولدي عنده تورنوا، مشيت ديتو الماتش ومني جيت صوبت داكشي، ودابا غادا نشرب قهيوه في العشيه، دوشت وقلت نخرج نشرب قهوه، نعطيت انا وقت لراسي ونطلع المود لراسي. ضروري حنايا الامهات خصنا ناخذوا من وقتنا ونعطيو راسنا وقت، حيت الا ما عطيناش وقت لراسنا ما كاينش اللي يعطيه لينا. من طبيعه الحال غيعطيوه لينا الناس ولونطوغاج الناس اللي كيبغيونا، ولكن الا ما طلعناش المورال لراسنا براسنا راه ما كاين حتى شي حاجه. ضروري تاخذي من وقتك، انت اللي كتشوفيني وتهلاي في راسك، كل وحده تهلا بطريقتها. كاين اللي كتبغي تخرج تاخذ كافي، كاين اللي كتبغي دير شوبينغ، كل واحد على حسب الامكانيات ديالو. كاين اللي كيبغي يبدل اللوك، كاين اللي كيبغي يمشي للحمام، هما طلقوا لنا الحمام حنا الناس ديال كازا محمديه الحمد لله طلقوه لينا. غزال البنات، واخا الصراحه راه اليوم بحال الشتاء، اليوم السبت، مي انا كيعجبني هذا الجو ملي كتكون الدنيا بارده والشميشه في نفس الوقت. البنات هاي الكافي ديالي جات، نشرب هذا الكافي هذا مقادبي هذا الدماغ، ومن ثم غادي نمشي لكاسا حيت كي كتعرفوا رمضان قرب ان شاء الله، وحنا العيالات كنبغيو الميعنات في رمضان، نمشي نشوف كاسا شنو كاين، الا كان شي حاجه غادي نشريها، وغادي نبقى تنجمع لكم فيديو واحد يكونوا فيه ان شاء الله المشتريات داكشي اللي خديتو الغمضان ان شاء الله. سينون دابا غادي ندير لكم غير واحد تور في كاسا باش تشوفوا الميعنات، لا كانت شفتها انتريسي بغات شي وحده شي حاجه، ولا بانت لكم شي برومو، بانت لكم شي حاجه زوينه، شي هميزه زعما تمشيو تشريوها بالصحه والراحه. دابا نبقى دكانتي ونتلاقاو ان شاء الله في كاسا. بوتيتوس غني سجلت لكم هذا الفيديو في الصباح قبل ما نخرج. مهم كديروا الماء يغلي فوق البوطا كما كتشوفوا عندي هنا في الكاسرونه وديروا فيه مليحه. مهم بوتيتوس راه ما كاينش اللي ما كيعرفش يصوبه، ولكن الا كانوا بنات مبتدئات ولا بنات كيسكنوا هكذا بعدين على ماماهم ولا شي حاجه بغاو يصوبوا هكذا دي بلا غابيد، حنا نتقاسموا معاهم. دونك ها هو الماء من بعد ما غلى فيه الماء والملحه، غادي نحط عليه البطاطا اللي قطعتها في داك الشكل طولي. وشوفوا هنا راني
راني كثرت الماء، داكشي علاش طرا هكا. صافي وغادي نحطوها 5 دقائق فوق البوطه تغلى، ما تفوتوش 5 دقائق، ولا عندكم وقت تقدروا ديروا هذه الوصفه هذه بلا ما يغلى لا ما لا والو. المهم ها هي كتشوفوا كيفاش كتغلي هنايا 5 دقائق. صافي انا وجدت لي زيبيس اللي غادي ندير فيها، دونك عندي الفلفله الحمراء البنات، الملح والبزار، الكمون، ثومه بودر، والثومه طريه وحده راس ولا جوج، والزعتر. هادو غادي ها هي الثومه بودر هنا كنوريها لكم، غادي نخلطوهم بالزيت البلديه. ما عندك الثومه بودر غبره ديري الثومه العاديه، غادي تخلطيهم مزيان بالزيت البلديه. صافي ومن بعد ما تسلق البطاطا وتصفيها غادي تخلطيهم في هاد المكونات هادو، غير عطيها الزيت البنات راه كتجي لذيذه الزيت البلديه، كتجي زوينه في البوتايتوس. ولا ما عندكش الوقت ها هي كما كنوريكم، الا ما عندكش الوقت البنات تقدروا ديروها بلا سليق بلا والو، كتحشيوها ديريكت في الفوخ كتجي لذيذه وزوينه بزاف. هذوك المكونات اللي وريتكم راه كيجيو لذادين، غير جربوها واكيد غتعجبكم. دونك صافي غادي تدهنوها بزيت البلديه، تقريبا درت شي نص كاس ديال زيت البلديه، وخلطت المكونات كاملين وقلبتهم في لاطا، سرحتها هكذا في لاطا. من بعد ما درت لها بابي كويسون باش هذاك المول اللي كنت غنحط في الاول ما كفانيش، دوكو خديت المول كبير ودات عليه بابي كويسون وفرشتها ورميت عليها لا شابلوغ وشي شويه ديال الملحه، حيت لا شابلوغ واخا كتكون وراه اصلا كيكون غير خبز تيكون خلاص من بعد ما يبس كيكون مطهور، راكم عارفين لا شابلوغ. مي من الاحسن تزيدوا عليها شي شويه ديال الثومه بودر والملحه. بالنسبه لا شابلوغ البنات انا راه كنزيد عليها دائما الملحه والثومه بودر. دونك من بعد ما خلطت هذيك الميلونج ديال هذوك لي زيبيس، صافي انا هنا زدت الزيت البلديه كما قلت لكم، درت نص كاس وسرحتهم في لاطا ودردرت عليهم لا شابلوغ ودخلتها الفرن تاكلوها بالصحه وراحه. وجدوا الدجاج بطريقه كنتاكي، عتي البنات ساهل جد. نورمالمون اللي عندك الوقت بخريه، ما عندكش الوقت حتى هذا كيجي غزال. المهم هنا عندي نص سطرو ديال الحليب خديت، وهنا الصوجا صوص صوجا ولا موطارد هانتوما كتشوفوا. بالنسبه للحليب البنات راه مزيان كيخلي الدجاج كيجي فتي، وهاد الصوجا ولا موطارد كيحيدوا ديك الزفوريه ديال الدجاج ما كتبقاش تبان فيه. دونك هنا كما قلت لكم نص سطرو ديال الحليب
كل واحد يدير الحليب على القياس اللي عنده. انا هنا كانت عندي دجاجه صغيره، دونك انا غندير هنايا لا موطه. تشوفوا درت معلقه كبيره بالنسبه للصوص الصوجه، راه دارت فيها صوص الصوجه نيت بالزيت، درت ثومه بودره حتى هي ودرت زلافه تقريبا ديال لافارين، هنخلطوه بحال كنخلطو كيك. هانتوما خليكم معايا وغتشوفوا. ودرت الملحه والبزار والثومه بودره، هاي الثومه بودره حتى هي درتها. مهم داكشي كله عينك ميزانك على حسب انت شنو كيعجبك. الا كيعجبك الثومه بزاف زيد بزايد، الا كيعجبك صوص الصوجه. انا بالنسبه ليا كتعجبني صوص الصوجه وكيعجبني لا موطاد. هاد جوج المكونات كنحمق عليهم في لي بلا رابيد. انا تا الروز كيعجبني بالصوص الصوجه. دونك الحليب هاي لا فارين غادي نديرها كامله، صوص الصوجه ولا موطاد والملحه والبزار وشي شويه ديال التحميره. الا كتبغي الفلفله حاره ديري هذا الفلفله حمراء بودر حتى الحاره خلاص، حتى هي كتجي زوينه ولذيذه. انا ما كنديرهاش. المهم هنا راني حركت، كان بان لي انه خاص لافارين، زدت لافارين. هو لهاد الخليط البنات من الاحسن يكون بحال الشكل ديال الكيك، كيكون هكذاك. ما انا في الاخر غتشوفوا التكستور ديالو كيف دايره. دونك صافي كتخلطوا دوك المكونات وكترقدوا فيهم الدجاج. يلفو ميو انك تخليو داك الدجاج يبقى على الاقل ساعه المكانه، قدرتي تخليه اكثر راه مزيان. صافي وزيدي فيها معلقه ديال الخل، حتى الخل كيهري داك الدجاج باش كيطيب دغيا، عرفتي ملي كيبقى في داك الحليب وهاد لا مارينات هادي. ما نعاودش لكم كيفاش كيجي، كيجي غزال البنات. دونك هنايا راني جبت الفوي باش نحرك مزيان باش ما تبقاش ديك لافارين هكاك معقده. صافي وغادي نزيدو عليها الملحه والبزار والتحميره، او الا بغيتي التحميره فيو متا هي كاين اللي كيعجبو. الا كتعجبك الحاره ديري الحاره، المهم كل واحد والذوق ديالو. من المكونات اللي كندير انا هما هادو. صافي كترقدي فيهم الدجاج من بعد ما كتخلي واحد الساعه د المكنه على الاقل. ها هي لا تيكستور ديالها كيفاش دات ديك لاباط. دونك قلت لكم كتخليو داك الدجاج مرقد. من بعد جبتو ودرت لا شابلو، خديت لا شابلو خديت فيها التحميره ومليحه. صافي كنهز من ديك لا مارينات هكاك من داك الخلطه وكنحط في لا شابلور وكنقلي في الزيت. عرفتي كيجي لذيذ لذيذ لذيذ، ما نعاودش لكم، جربوه وغادي يعجبكم اكيد. راه كيجي بحال ديال كي اف سي بلا بلا هانتوما بلا بلا زعما بلا ما تشهيتوه ما عندكمش في المدينه ديالكم. راه كيجي لذيذ. هنا راني زدت الملح والبزار كما قلت لكم، وفلفله حمراء راني زدتها جو كخوا با قلت بينتها مي راني زدتها. فوالا انا كنت بغيت نزيد هنا الصوجه ونخليكم مع هذا بلا ما نبقى نطول عليكم الهضره. شوفوا غير كملوا معايا بهكذا الفيديو ان شاء الله غادي تشوفوا. Thank you.
البنات نسيت ما وضحتش واحد الحاجه، من بعد راه صافي كتجبدوه من داك التركه ديال المرقد فيها، كديروا في لاشابلور والملحه وشي شويه ديال السودانيه او التحميره، كل وحده شنو كيبغى، كيجي بحال هكا كيجي لذيذ. هو البوتاتوس هكذا رافقتهم بهذيك لاصوص اللي كريمي، نتمنى تجربوه، ولا عجبكم ما تنساوش اللايك وتابوناو وتشجعونا، وشكرا لكم.